حينما ينطلق الحاج لتأدية الفريضة بذلك الشوق وتلك الرغبة العارمة إلى بيت الله الحرام، ملبيا ومناديا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. فهذا يحمل معنى الإقبال والرغبة في التوجه، ويرفع عنوان الوحدانية المطلقة لله والارتباط الكامل به، ويجسده الإحرام كسلوك مقابل لتلك الرغبة والنية. عندما يحرم يغتسل للطهر، والطهر هنا جسدي ونفسي، فيشمل الطهر كل ما يعلق به من الدنيا والحياة والمادة للدخول بين يدي الله خالصا من شوائب المادة، متجردا من ضروراتها وما يرتبط بها من رموز. ويؤكد ذلك بنزع ثيابه وارتداء ملابس الإحرام الذي هو الحد الأدنى من اللباس والحد الأدنى من الدنيا، ويرافق ذلك التخلي عن الطيب والحلي ومظاهر النعمة. وحينما يتوجه إلى الحرم يمتنع عن الوقوف بالظل إلا لضرورة، فذلك تعزيز لشعوره بالانكشاف الكامل لله تعالى، فهو المقبل عليه متخليا عن كل ما سواه وعن كل رغبة أو رهبة إلا له ومنه، مكشوفا أمامه، فلا ظل إلا ظله، ولا ملجأ إلا ملجأه، ولا قوة إلا قوته. كل تلك المظاهر السلوكية تدعم الشعور بحقيقة الوحدانية والخضوع لله مصدر السلطة الأوحد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. أضفى الحق سبحانه وتعالى على بيته الحرام الجلال والمهابة، وأعطى نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم فضلا عظيما حين جعل من مسجده ثاني الحرمين، وجعل من أركان دينه أن خصص هذه الأراضي المقدسة بزيارة في وقت معلوم للحج وفي باقي العام للعمرة، جعل منها فريضة عظيمة وركنا جليلا من أركان الإيمان والإسلام ترتفع فيها نفوس ضيوف الرحمن وأرواحهم عن كل ما عداها من شواغل، وتنصرف قلوبهم عن كل أمر إلا التلبية والسعي والطواف، وأيضا الذكر والشكر والتكبير والتهليل، حتى ترق القلوب وتنهمر العبرات، فانهمر معها العطاء الرباني يغمر حجاج بيته بالرحمة والمغفرة، فيعودون كيوم ولدتهم أمهاتهم. نتحدث معكم في هذه المساحة من حلقة الليلة عن فريضة الحج وشعائرها، لقاء إيماني متجدد بصحبة فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة المفتي، الذي نرحب به بداية. أهلا بك دكتور مجدي. أهلا وسهلا بك. أستاذنا، قبل أن نبدأ الحديث مع فضيلتك نذكر السادة المشاهدين بأرقام تليفونات التي تظهر تباعا للتواصل مع فضيلة الدكتور مجدي، وأيضا إذا كان لكم من مداخلات في سياق هذا الموضوع أو غيره. دكتور مجدي، يعني معلوم أنه هذه الأيام فيها من الفضل والرحمات الكثير وفيوضات رحمات الله سبحانه وتعالى ليس لها حدود طبعا، فهل هذا الفضل وهذه الرحمة وهذه المنة حكر فقط للحجاج أم لبقية المسلمين في هذا اليوم أو في هذه الأيام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ ويحمي الحجاج من مصر ومن غير مصر، وأن يؤدوا المناسك، وأن يرجعوا سالمين غانمين، وأن يرجعوا وقد ذاقوا لذة الطاعة وحلاوة الأنوار والأسرار التي يقتبسونها من هذه الأماكن المباركة. ونسأل الله عز وجل أن يكتب الحج والعمرة لكل من لم يأته نصيبه في هذا الأمر، سواء من قدم للتأشيرة ولم تأته، أو من لم يتمكن أو ليس عنده استطاعة أن يحج أو يعتمر لقلة ذات يده، ما عندوش فلوس، قليلة معاه، عنده أولاد عاوز يتجوز، عنده بنات بيجهزها، أي حاجة من دي.
ربنا يكتبها له إن شاء الله وينوي في سنوات قادمة. اللهم أمين. رحلة الحج هذه رحلة مباركة. السؤال اللي حضرتك بتقوله يعني إحنا عاوزين نعرف في الشريعة الإسلامية عندنا حاجة اسمها البدائل، يعني إذا كنت في شيء ولا تستطيع فعله تجد البديل مباشرة. فإن لم تستطع الوضوء فعليك بالتيمم، إن لم تستطع القيام في الصلاة فعليك بالجلوس، إن لم تستطع الجلوس فعليك بالاضطجاع في الصوم، إن لم تستطع أن تصوم أي إنسان يعني لعذر أو مرض يقضيه في يوم آخر، إذا لم يستطع تماما فيخرج الفدية. في الحج كذلك، إذا لم يستطع الإنسان أو ذهب إلى الحج وحدث له أي شيء في الحج أثناء الحج من ارتكاب محظورات، ترك واجبات، في جبران، فإحنا عندنا بدائل وعندنا جبران. نعم. واحد حلف يمين يخرج من يتحلل من يمينه إزاي؟ عندنا كفارة اليمين. واحد حلف بالظهار، أي شيء من هذه الأمور عندنا الحل لها مباشرة. الشريعة الإسلامية لا تعنت على الإنسان، وإنما جاءت لليسر والتيسير. ومن هنا المدخل ده عشان نقول هم الحجاج بس هم اللي هيفوزوا؟ طب اللي ما راحوش الحج وكان نفسهم يروحوا في الصورة اللي شفناها الجميلة دي في أول التقرير، نعم، يعملوا إيه؟ إحنا عندنا حضرتك حاجات مهمة، علاقتك بربنا سبحانه وتعالى فيها علاقة الزمان وعلاقة المكان وعلاقة الحال. إحنا عندنا أربع جهات بيسموها الشخص والزمان والمكان والحال. الشخص هو الإنسان هو. طيب لا أستطيع أن أحصل المكان لأني ما قدرتش أسيب مصر واروح للحج الأماكن المباركة، اوعى يفوتك فضل الزمان. فأنت في الأشهر الحرم وأنت في آخر ذي القعدة، ذي القعدة اللي هو من أشهر الحرم، وهتخش العشر الأوائل من ذي الحجة بيوم النحر بأيام التشريق، نعم، وكمان نخش بقى على الحال، يبقى إن فاتك المكان اوعى يفوتك الزمان. زمان. وربنا ما يخليش إنسان لا عنده زمان ولا عنده مكان ولا عنده حال أبدا. نعم. لازم بيحقق له واحدة من هذه الأمور الثلاثة من رحمته سبحانه وتعالى. نعم. فيقول لك بالحال. الحال يعني إيه؟ هم اللي رايحين يحجوا رايحين يعملوا إيه؟ يطيعوا ربنا بس في المكان ده، لأن دي خصوصية. طب أنا الوقت قاعد، الحال بتاعي هطيع ربنا، هو ربنا بتاع الكعبة وبتاع البيت الحرام وبتاع عرفة وبتاع مزدلفة ومنى غير ربنا بتاع كل مكان؟ لا معاذ الله أبدا. الله واحد سبحانه وتعالى في شأنه كله. نعم. سبحانه وتعالى. فمن هنا بنقول للي ما حجش، انت ممكن تتشبه بالحجاج في حاجات كتير، وهنشرح في سياق الحلقة ازاي نتشبه فيهم في حاجات كتير هم بيعملوها واحنا بنعملها على وجه تاني، بس المقال والغرض والمقصود واحد، ان احنا طاعة الله عز وجل. لكن الثواب او الاجر لانه ده دايما يشغل بال الناس، الثواب والاجر خلي بال حضرتك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ما قطعتم من طريق، بيقول لي ناس خرجوا كده لسرية او لواقعة للمجاهدين، فبيقول لهم كده وهو قاعد، هو فاهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ان في ناس خرجوا للجهاد المشروع وناس قاعدين في المدينة منعهم العذر. طب اللي منعهم العذر ده الثواب هياخده زي، قال إن هناك أناسا بالمدينة ما سلكتم طريقا إلا سلكوا معكم ما منعهم إلا العذر، فلهم أجر مثل أجركم. لا إله إلا الله، داخل نفس الأجر وهم نفس الأجر جلوس في المدينة. فأنا عاوز أقول لكل السادة المشاهدين، الفيصل هنا إذا أذنت لي النية، يعني الفيصل النية ده ممكن الناس تكون قاعدة لكن برضو ما تاخدش الأجر. في أمرين. الأمر الأول، لو أنا مستطيع بالفلوس فأنا قدمت عشان خاطر يجي لي الحجة والعمرة فما جاليش، يبقى أنا عملت اللي عليا، أخذت بالأسباب، المانع جي من غيري. الحاجة التانية، إن أنا إنسان عنده عذر وما يقدرش يسافر أصلا، فده عنده عذر. واحد تاني ما عندوش فلوس أصلا، فانت لو مستطيع يبقى عملت اللي عليك واخذت بالاسباب وقدمت، وبعدين تقول له انا بالنيه كنت عاوز اروح ومنعت والمنع ما جاش مني، ده جه خارج عن ارادتي، وكل ما كان خارجا عن ارادتك ونويت فيه الامر لربك
فاعلم بأنك تحصل ثوابه. الله، بس تبقى هذه الجزية لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى، لا يطلع عليها إلا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طبعا. يعني مش من السهل أقول ما أنا نويت أو يعني أنا عملت اللي علي. لا، بس سيدنا النبي، لكن تبقى المسألة، سيدنا النبي يقول نية المؤمن خير من في القلب. نية المؤمن خير من عمله. فينوي، فحاجة يجي له عائق، دفعت الفلوس ما جاتليش التأشيرة، فنيته هنا أحسن من العمل بتاعه. ليه؟ لأنه ما عملش أصلا. فهنا النية تحصل الأمر. صحيح. وهكذا في كل أفعال الطاعة. فإحنا بنقول هنا بس المقياس بقى هياخد نفس الثواب، إحنا ما نعرفش، لأن مش متقاسة بالمزورة. صحيح. ولكن الحج له أجر عظيم، بس برضه في نفس الوقت رب جالس في بيته يأخذ من الأجر أكثر ممن ذهب إلى الحج. بس ده مش كل واحد، يعني واحد كده قعد، ما هو المراد من الحج إيه؟ تخليص القلب لله. لو أنت قاعد في بيتك وخلصت القلب لله، كأنك ممكن أكتر بالحج، عملت الهدف بتاع الحج وزيادة. فممكن يجي كده أنت حصلت الثمرة، أنت خدت النتيجة وانت قاعد في البيت. فهنا بنقول أهم حاجة تحقيق الثمرة. لذلك في حديث ابن ماجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله. إحنا رايحين ليه؟ عشان ذكر ربنا. الطواف كله ذكر ربنا، بس حركة بدنك بس بتحرك عليك الكعبة. السعي بين الصفا والمروة طول ما أنت رايح جاي شغال في ذكر الله عز وجل ودعاء وتلبية. لو انت بترمي الجمرات ايضا فيها تكبير وفيها ذكر الله عز وجل، يبقى كله لذكر الله. وانت على عرفات واقف عرفة ليه؟ عشان مجرد الوقوف؟ لا، انت هناك ذاهب للامتثال للوقوف في هذا المكان، ولكن حالك ايه؟ ان انا اكون ذاكر، ان انا اكون داعي، ان انا اكون ملبي، ان انا اكون شاكر، ان اكون راضي، وهذه الامور. نعم. لو تحققت هذه الامور وانا جالس في بيتي بقى، فاقول له يا رب طب انا بعذر، وممكن يكون انا معيش اصلا، فانا معيش اعمل ايه؟ فهنا بنقول لحضرتك اللي التشبه بقى، هنا بقى يجي التشبه ازاي. يبقى اذا لم تستطع ان تحصل المكان فلا يغيبن عنك الزمان. الزمان زمان واحد، الزمان موجود في مصر هو اللي موجود عند الاراضي المباركه والمناسك. اما الحال بقى انت اللي تعمله، ربنا امرك بيه. هناك رايحين وهيطوفوا وهيذكروا وهيذكروا، انت بقى اشتغل في الذكر هنا من الاول، وحاول تتمثل بالحاج من اول، مش بقى من اقول لحضرتك من اول ما يحرم، لا، ده انا هقول لحضرتك من قبل ما يحرم. شوف واحد كده بيحج او واحده وبيستعدوا للحج بيعملوا ايه؟ بتلاقي ان هو اولا مبسوط وقلبه فرح، ليه؟ رايح بقى عند حبيبه، سواء عند الكعبة المشرفة. نعم. أو عند حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاص رايح له، مع أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معانا بالذكر بأنفاسه في كل وقت، بس أنا رايح لحد بيته، وده الفارق. نفس الشيء ربنا معانا في كل مكان وزمان بمعيته سبحانه وتعالى، ولكن احنا رايحين عند البيت اللي هو روحه فيه. فهنا حضرتك احنا قبل ما بتلاقي الإحرام بقى هو بنلاقيه فرحانين، وغير كده بقى بتلاقي بيعمل شوية حاجات عاوزك وانت في البيت تعملها. انا بكلم دلوقتي اللي مش مكتوب له الحج واللي راح يحج، عشان الاتنين يتشابهوا. نعم. بيعمل بيه قبل ما يحرم، اولا بيحاول يكون فلوسه اللي هيروح بيها من حلال. انت بقى ياللي ما حجتش، عاوزك ان فلوسك كلها تبقى من حلال. حاول كأنك راح للحج انقي فلوسي، لو عندي حاجة والعياذ بالله مش حلال اتخلص منها بطريقة شرعية، واللي عندي يكون حلال، واكل الاولاد دول من حلال اللي هم مسؤولين مني، او امي وابويا، او اكل نفسي من حلال. يبقى هنا اتحرى الحلال كما يفعل الحاج. الحاج قبل ما يسافر بتلاقيه كده سهل هين لين. ليه؟ صحيح. بيقول لك انا مش عارف هقابلك تاني ولا مش هقابلك. فيجي يخبط ويسلم عليك، او انت تروح تسلم عليه، بيقابلك ببشر وترحاب. ولو انتوا كنتوا زعلانين قبل كده مع بعض، بتلاقيه ان هو صدره خلاص راح بصفحه بيضاء، وكأن مفيش حاجه حصلت. فانا عاوز اللي ما راحش يحج يبقى مع الناس كده، ينهي اي خصومه، اي خصومه موجوده ينهيها. نعم. يقول لربنا ان لم تقدر لي ان اذهب للحج فلا اتلبسن بكل ما يفعله الحاج. فانا هنهي الخصومه بين كل الناس،
وكأن أنا رايح أحج، كأني رايح أقابلك. عاوزك تعمل مقابلة مع ربنا كل دقيقة. هم هيروحوا يعملوها في الطواف والسعي وعرفات وغيره، أنت ممكن في البيت وأنت قاعد تعملها كل دقيقة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا دخلت الصلاة فإن الله تلقاء وجهك في القبلة. أدي معاك أهو بتعمل مقابلة في الصلاة. يبقى أنت ممكن بكثرة الصلاة، بكثرة الأذكار، بقراءة القرآن بتستحضر عظمة الله عز وجل ومعية الله عز وجل. هو ده اللي عاوزه الحج ورايح. فهنا قبل الحج أهو بيحاول إن هو يعامل الناس كله حلو. لا ممكن تلاقيه بيطلع صدقات. نعم. يقول لك ما انا مش عارف، انا عاوز اقطر، وتجد الناس حريصه حتى على سداد الدين. وسداد الدين، نعم، والصدقات والمصافحات والعفو عن الناس والزلات، وتلاقيه ان هو بيعمل اعمال الخير، وتلاقيه ان هو مبتسم، تلاقيه ان هو بيعامل الناس حلو. فالناس بتستغرب، وده كان معانا الشهر اللي فات ما بيعملش كده. ايه اللي عمله كده؟ مجرد ان هو هيروح الى بيت الله الحرام. نعم. انا عاوزك بقى كل وقت ممكن تستحضر عظمة الله ومعيته. نعم. فانت لو هتستحضرها كده يبقى كل شوية، طب انا هستحضر عظمة الله ومعيته، يبقى ايه اللي هيضرني لو انا صالحت فلان، لو انا تصدقت على فلان، لو انا اديت الدين اللي عليا، لو انا ما غشيتش فلان، وهكذا. يبقى انا كأني غير الحاج بيتشبه بالحاج حتى قبل تلبسه بالإحرام. نعم. ونمشي كده حضرتك في السلسلة، ولو استطعنا الوقت يعني يسمح لنا بهذا، في مرحلة مرحلة. نعم. كل مرحلة تلاقي ان الحاج بيعمل كذا بيعملها ليه. طب انا ممكن اعملها ازاي بقى وانا قاعد في بيتي من غير حج؟ احنا بنقول كل ده عشان نقول للي ما راحش حج اوعى تزعل، ده امر مقدر ومكتوب. ارضى بالمكتوب يرزق علام الغيوب وانت في قعر البيوت. الله. يبقى وانا في البيت كده ربنا سبحانه وتعالى يرزقني بما رزقه للحاج، وأنا في البيت بس عشان خاطر تعلقت بالله عز وجل. ويقينا كما أوضح حضرتك وأكدت على هذا المعنى، أنه لكل من يعني من نفسه بحج هذا العام ولم يقدر له ولم يوفق الله سبحانه وتعالى، أو لم يقدر له الله سبحانه وتعالى هذه الفرصة العظيمة، يعني كلمات الدكتور مجدي واضحة، لا تحزن، فهناك من الخير الكثير، فقط انتبه لما بين يديك من مزايا ورحمات كثيرة جدا موجودة يفيض الله سبحانه وتعالى بها على خلقه في هذه الأيام. طب فضيلة الدكتور، يعني حضرتك أوضحت أنه مرحلة التمهيد حتى لمن لم يوفق بالحج هذا العام يتلبس أو يتلمس حال الحاج في هذه المرحلة، لكن تبقى أيضا أمور تفعل في هذا المكان المختلف، وحضرتك بتقول هناك بدائل. نعم. فهل هناك مثلا بدائل لمسألة التلبية، بدائل للإحرام؟ طبعا. بدائل للطواف، بدائل للوقوف بعرفة. طبعا. يعني كل هذه الأمور هل لديها بديل بنفس احنا عندنا بديل الأجر والمثوبة إن شاء الله؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سبناش، عشان هو النعمة المهداة أو الرحمة المهداة والنعمة المسداة. نعم. ما سبش أي حد، ست راجل كبير صغير مريض سليم، يروح يحج ما يروحش، صام ما صامش، كله عنده يجيله حتة من رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ودي بركة وأنفاس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ممكن نمشي بالترتيب وممكن نمشي واحدة واحدة. يعني النظر للكعبة مثلا، فيقول لك كده شوف، جرب حضرتك لما تروح ودخلت بقى، ودخلت مكة الحرم، بيسموه مكة كده كلها حرم، ودخلت من الجموم أو من غيرها وانت ماشي بالسيارة، وبعدين دخلت ونزلت من السيارة. شوف انا بوصف لكم كأن الواحد ماشي في المكان لمن حج، وبرضه عاوز اعرف للي ما حجش كأنك معنا الان. انت كده بتشوقهم اكتر. اه. فبننزل من السيارة، ممكن بقى الشنط بتروح الفندق وغيره، وبعد كده بتلاقي نفسك لانك بتشوف من بعيد اللي انت بتشوفه في التلفزيون، المآذن والكعبة، شايف المآذن من بعيد. اللي كنت اشوفها عبر الاثير او عبر الشاشة هتبقى قدامي دلوقتي، بتلاقي قلبك بينبض اكثر، في خفقان اكثر. ليه؟ ده مش خوف، ده حب. واحنا بنقول دايما ان عبادتك له حبا اعلى من عبادتك له خوفا. نعم. لانك لما بتخاف يبقى انت خايف على نفسك، انما لما بتحب يبقى انت بتحب ربك. يبقى بتعمل في الخوف تعمل لنفسك، وفي الحب تعمل لربك. لا إله. وما تعمل فيه لربك اعظم مما تعمل فيه لنفسك. فتلاقي قلبك بيخفق كده كل ما تقرب
ونركب الاتوبيس ونبص كده على البيت الحرام اللي هو المسجد كله اللي فيه الكعبه وفيه المآذن. بس معظم الناس، وسامحني ان انا هقطع كده لان نخرج لفاصل، بس في السياق ده معظم الناس لمن وفقوا في زياره مكه المكرمه يؤكدون على ان مكه لها رهبه ما تجدها حاضره في نفس من يزور هذا المكان. هواصل مع حضرتك ان شاء الله، نخرج لفاصل قصير ويتواصل الحديث عن الحج مع فضيله الدكتور مجدي عاشور. ابقوا دائما معنا. أهلا بكم مجددا. لكل من لم يوفق في تأدية فريضة الحج هذا العام لا تحزن، هكذا أكد فضيلة الدكتور مجد عاشور قبل الفاصل في لقائنا في هذه الحلقة للحديث عن الحج. أكدنا على أنه شريعتنا الغراء قدمت لمن لم يوفق في تأدية فريضة الحج الكثير من الأمور والطاعات والعبادات ربما تفوق في الأجر والمثوبة إن شاء الله من يقوم بتأدية فريضة الحج، أو على الأقل يتشبه بمن يؤدي فريضة الحج. مرة أخرى أجدد تحية بضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة المفتي. أهلا بك فضيلة الدكتور. أستاذنك في بعض الاتصالات وتواصل مع حضرتك. معنا الأستاذة إيمان من القاهرة. أهلا بك يا أستاذة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضراتكم طيبين وجزاكم الله عنا خير الجزاء. شكرا جزيلا. بعد إذن مولانا، يعني رجاء وسؤال في ذات الوقت. فضل. هو ما يسمى بقرعة الحج السياحي هو نظام العميل بيدفع فيه مبلغ يعني كبير نسبيا بالنسبة لمتوسط دخل الفرد في مصر، ومع ذلك بيدخل قرعة، يعني هو مش مدعوم نهائي بس بيدخل قرعة. خلاص اوكي، فوضنا الامر لله. يقال ويتردد بقوة انه النظام يعني خالي من الشفافية بنسبة، ومصمم لصالح احتكار الشركات الكبرى للحج عن طريق ادخال بيانات غير حقيقية بتحرم حج حقيقي مقدم في شركة اصغر من فرصته. فاعرف من مولانا الحكم الشرعي للابقاء على هذا النظام ان صح ذلك، والله اعلم انه يبقى هذا النظام ويستمر، وكلمة تطيب خاطر الحجاج اللي بقالهم 3 سنين بيقدموا وما بيطلعوش نتيجة استمرارية هذا النظام. وجزاكم الله خيرا كثيرا. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يوفقك ان شاء الله استاذة ايمان، واكتبها ليكي ولنا ان شاء الله. طيب الى ان يعني نتواصل قليلا مع دكتور مجدي، هناخد بعض الاتصالات الاخرى. تفضل يا دكتور. طيب احنا بنقول للاستاذة ايمان، يعني انا شايف ان هي بتتكلم وهي زعلانة. انا قلت احنا قلنا ما تحزنيش ولا تزعلي. طبعا هو الانسان بيزعل اذا كان في ظلم، بس احنا مش عاوزين نتيقن من الظلم. احنا بنحكمش ان حد ظلم الا الامر يقيني. وهنا المسألة لو فيها ظلم يبقى في شقين، يعني ما فيش شفافية مثلا زي ما حضرتك بتقولي، في شقين بندعو لإزالة هذا الظلم ونقف ضد عدم الشفافية وضد الفساد، نقف. ولكن اذا هذا الظلم ما عرفناش نغيره، الشفافية ما عرفش نحققها 100%، انا ذنبي ايه يا اللي مقدم؟ ده مش ذنب، ده 3 سنين بنقدم للتأشيرة وبالجناش، ده ربنا عمال يكتب لك ثوابات الحج يعني كل مرة. ليه؟ لأن أنت مقدمة وأنت حزينة. عارفة اللي بيرفع الحزن ده إيه؟ الرضا. لما الواحد يعمل اللي عليه وما يتحققش النتيجة، خلاص هو مش عاوز يحققها لك دلوقتي، عاوز يحققها لك في وقت هيبسطك ويفرحك فيها أكتر. لو إحنا قدرنا كده، لأن ربنا سبحانه وتعالى حكيم، يعني يضع الشيء في نصابه ويضع العمل في أوانه وزمانه. لما نعمل كده ونرضى، انت حضرتك بتقولي 3 سنين وما طلعتش في القرعة، في شفافية ما فيش شفافية؟ ودي أمر قلنا احنا ضد عدم الشفافية وندعو إلى الشفافية ونقول اتقوا الله عز وجل. إنما في نفس الوقت بيقول لحضرتك هكتب لك ثواب الحجة 3 مرات، وبعد كده ان شاء الله تطلعي ويجيلك هتبقى حجه حقيقيه، هتاخدي ثواب الحجه وثواب العمل اللي هتقوم بيه بالحج اللي هو المشقه اللي فيها. ما احنا قلنا قبل كده ان الحج او اي عمل طاعه فيها شقين من الثواب. الشق الاولاني ثواب الحجه على بعض كده، الشق الثاني التعب بتاعي في الحجه دي، فاللي يتعب اكتر ياخد ثواب اكتر، بس خد ثواب الحج. انت حضرتك خدت ثواب الحج، وإن كنت ما تعبتيش المرة الرابعة إن شاء الله هتجيلك هتاخدي ثواب الحج وهتتعبي وتاخدي ثواب المشقة برضو أو بعض المشقة، وهتسترزي بالطاعة هناك إن شاء وتذوق الله. حلاوة الإيمان. فاوعى نزعل من أي أمر سعينا فيه، سواء طالب امتحن، راجل قدم على وظيفة، قدم في قرعة،
عمل اي حاجه وعمل الاسباب اللي عليه خلاص، يبقى خلاص انسان غير مؤاخذ بعد هذا. ما جاتش ارضى بقضاء الله عز وجل واجعلها يعني بردا في قلبي، واقدر على طول واقول دي لو كانت خير كان جات لي الوقت. لذلك سيدنا ابن عطاء الله السكندري بيقول حكمه حلوه قوي، بيقول لا يكن تاخر امل العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا ليأسك. انت عمال تدعي وما حصلش اللي انا بدعي عليه، اوعى تيأس، لانه قد ضمن لك الاجابه فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك. وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. في الوقت اللي عاوزه ربنا هيبقى احسن. والحاجه الاهم انه برضو في سياق المعنى اللي حضرتك بتبني عليه، انه لازم نفهم انه موازين الله سبحانه وتعالى غير موازين البشر، غير موازيننا. يعني مش بالضروره انا بدعو في شيء محدد فتكون الاجابه بالشكل اللي انا حددته. يعني طبعا رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة ربنا بيديك مقادير تانية أحسن أنواع تلبية الدعاء. صحيح. لذلك يا إما يحققه لك يا إما يدخلك في الآخرة، يا إما أرفع عنك في الدنيا من البلاء بقدره. وطبعا رفع البلاء أحسن بكتير. بس الإنسان مش عارف، أنت دعيت أنت سعيت هيتحقق رغبتك، هتتحقق يا إما في الدنيا يا إما في الآخرة. ولو في الدنيا ما اتحققتش اعرف إن هو شال عنك هم كبير كان هيجي عليك، بس هو أخر عنك هذا الأمر. المهم الرضا بعد السعي. نعم. يبقى الرضا بالقضاء بعد السعي. عظيم. ده مهم قوي. فنقول لأستاذة إيمان ما تزعلش، وكل واحد أدي ما جاتلوش القرعة أو التأشيرة نقول له أوعى تزعل. في مننا كتير، أنا عاوز أقول لحضرتك أنا كنت هروح أحج لفترة قريبة، عارف إن أنا هحج. دلوقتي ربنا كتب إن ما فيش حج. أزعل؟ لا، أنا جيت عشان نتكلم وعشان أكلم نفسي وأكلمكم إني رضينا بكل شيء يا ربنا، ورضينا بقدرك، واحنا فرحانين وبندعي للحجاج اللي رايحين ونقول لهم السنه الجايه ان شاء الله نكون معاكم ونخدمكم ونكون مع انفسكم ان شاء الله. ويمكن ربما يعني اذا كنت يا استاذه يعني متحفظه شويه على مساله الحج السياحي، ففي طرق ثانيه ممكن تقدمي فيها، يعني حج الجمعيات مثلا ممكن تحاول تجرب فيه مثلا، او حج القرعه اللي تبع وزاره الداخليه جايز تكون الصوره مختلفه. الواحد يعمل يسعى، يعني كانت متحفظه عندها بعض التخوفات من الحج السياحي. يعني الواحد يسعى والناس بتطلع وشايفينها احنا بالالاف كتيره ومئات الالاف وبتطلع، بس هي نصيبها لسه ما جالهاش ان شاء الله، وهيجي لك ان شاء الله في الوقت اللي يكوني فيه انت احسن صحه وتكون فيه اسعد وتحسي بالطاقه اكتر. لكن يبقى كلام فضيلتك الرائع حقيقه في التاكيد على انه في ابواب خير كثيره جدا لمن لم يقدر له تاديه الفريضه على النحو الذي يتمناه. ان هناك امور خير وابواب خير كثيره جدا من ممكن ان يؤديها زمنيا في الفتره الزمنيه المواكبه لتاديه مناسك الحج، وخاصه في العشر الاول من شهر ذي الحجه. حضرتك اشرت في بدايه حديثنا والفقره الاولى من حديثنا انه من الممكن ان يتشبه المسلم بامور كثيره جدا في مرحله الاعداد للحج لمن يذهب لتاديه الفريضه. سأل فضيلتك قبل الفاصل ماذا عن بقية الأمور المتعلقة بالتلبية والطواف والنحر وما شابه؟ هناخد بعض الأمور عشان ممكن الحلقة لا تتحمل. وخلي بالنا برضو إن شاء الله، يعني معلش يعني صادر على المطلوب، إن ممكن الحلقة اللي جاية يوم الأربعاء عينك تقع على الكعبة. نعم. بالستارة السوداء بتاعتها دي المذهبة، وهم معرينها شويه او مضغطيها كلها برحمتها ومهابتها. وانت بقى حضرتك اللي ذكرته دلوقتي بجلالها وبهائها وهيبتها وكرمها وفضلها، والاهم نسبتها الى ربها. نعم. لما بتبص كده اول، انا بقول لكل واحد اول ما بتروح اول مره العمره والحج، وحتى لما تروح بعد كده وعاوزك تستصحب كده اللي حجيت ألف مره حجيت كتير او اي حاجه، يعني نقول ألف مجازا، او عملت عمرات كتير، شوف كده وانت رايح وشفت الكعبه مش اول مره، الاول مره بتبقى شديده، بعد كده بتلاقي الدموع تنساب من عينيك دون ان تملك نفسك، مش قادر تمسك نفسك تلاقي الدموع نازله من ايه؟ ما انا عاوز اقول لك النظر للكعبه دي معناه ايه؟ معناه ان انا بفتكر احلى حاجه في الجنه ايه. اوعى تفتكر الجنه والاكل والشرب، معكم بنشرب وناكل في الجنه في الارض، لا، ده النظر الى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فانا انظر الى مكان انت عظمته يا ارحم الراحمين املا مني في انظر الى وجهك الكريم يوم القيامه في الجنه. طيب البديل ايه؟ ده حاجه حلوه. ما عندناش بديل؟ لا، عندنا بديل لمن لم يوفق للحج. لمن لم يوفق للحج عندنا بديل كل حاجه. انظر الي يا فضيله الدكتور. تنظر الى المصحف. نعم. الواحد يفتح المصحف ده كلام الله،
وكلام الله صفة. وخلي بالك ان الكعبة دي مخلوقة حجرة، بس ربنا امر ان احنا نطوف عندها له وليس لها. ولكن المصحف ده كلام ربنا. شوف انت لما تفتح المصحف كلام الله، انت لما بتروح عند الكعبة حضرتك بتحاول تخاطب ربنا وتدعيه وتلبيه وتذكره. لما بتقرأ القرآن هو اللي بيكلمك، لان ده كلامه. فشوف فارق كبير لما انت بتروح عند واحد بقى رئيس او مدير او غيره، لو كلمك كلمتين بس بتطير بيهم وتشيرهم وتعملهم زي بيقولوا كده. انما لما يكون بقى ربنا بيكلمك وانت بتقرا القران، انت الذي تقرا ولكنه سبحانه وتعالى هو الذي تكلم في الازل وما زال متكلما سبحانه وتعالى. يبقى النظر للمصحف زي النظر للكعبه. انظر الى المصحف وانت في البيت كده وقول له اذا كنت انا ما رحتش السنه دي الحج وما بصيتش للكعبه والدموع ما نزلتش، طب ما دموعي تنهمر وانا بقرا كتاب الله عز وجل وانظر الى كلماته وارددها بلساني. يبقى انظر اليها، هي الكعبه بتنطق ما بتنطقش، انما المصحف ربنا بيكلمك بهذه الكلمات. يبقى انت بتشوفها بتبص لها وانت اللي بتنطقها بلسانك، وهو الذي يكلمك سبحانه وتعالى بالكيفيه التي ارادها. لفته رائعه ده. شوف حضرتك لو مسكنا كل حته في الحج بهذه الطريقه هنلاقي اللي قاعد في البيت ممكن يعني زي اللي في الحج بالظبط. التلبيه مثلا، نيجي في التلبيه. فانت بتقول يعني ايه لبيك اللهم لبيك؟ لبيك دي لبى يعني اجابه، يعني اجبت ما لا سالتني فيه، او بيسموها اجابه بعد اجابه. يعني انت دعيتني يعني فانا لبيت، فاجيب واجيب واجيب كل ما تدعوني. لذلك يعني ايه اللي ما جات في البيت بقول دعاني لبيته، هو دعاني فانا اجبته فرحت لحد ببيته. فاحنا هنا حضرتك بنقول ان دي اجابه بعد اجابه، كلما دعوتني اتيت اليك. طب ما هو بيدعوك في الصلاه على طول 5 مرات وانت بتلبي وبتقول له، بيقول لك حي على الصلاه، تعالى للصلاه، هنا روح عشان تعمل الحج لبيك، هنا بتقول حي على الصلاه، فانت بتقول له حاضر ساذهب الى الصلاه، لا حول ولا قوه الا بالله. انت بيدعوك لاي، ما مش عاوزين نحصرها في العبادات، خلي بال حضرتك، ده بيدعوك ان انت تحسن الى جارك. فانا بقول خلاص انا ساحسن الى جاري. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما على احدكم ان يزيد مرقه، يعمل اللحمه ويزود بس شويه ميه الشوربه شويه عشان يدي جاره. الله. فشوف هنا بيأمره كده بالحته دي وبيقول له طب ادي جارك كده، ادخل السرور على جارك واسعد قلبه. فانت لما بتعمل كده حضرتك شوف السرور بيجي قد ايه. يبقى انا بتقول بقول له اجبت يا ربي ما امرتني به. او يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اذن لي بس نتوقف قليلا لانه اتصالات كثيره وانا بحاول اوازن ما بينها وبين حديث فضيلتك مدام الهام من القاهره. اتفضلي يا استاذه الهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اسال الشيخ لو سمحت سؤال. اتفضلي يا فندم. دلوقتي انا يعني انا والدي توفى. نعم. وبعد ما توفى انا قبل ما يموت ب5 ايام انا كنت عايشه معاه في البيت، انا جوزي متوفي من زمان قوي. فرحت فهو قبل ما يتوفى، وبعدين كنت سايبه عيالي، عندي 3 صبيان قاعدين في مكان لوحدهم في بيتنا يعني. وانا قاعده معاه عشان بخدمه، واخواتي ساكنين معاه في نفس البيت، بس انا اللي كنت بخدمه. وبعدين بقيت اقول امتى ربنا يريحني من وجع القلب ده عشان اروح اشوف عيالي وكده واقعد معاهم. فتوفى بعدها باسبوع. انا الحكايه دي عامله لي قلق جامد قوي، فبعد اذن حضرتك عايزه اعرف. انت متخوفه انه تكوني يعني كانك دعيتي على الوالد رحمه الله فاستجب لدعوتك يعني؟ بخايفه ممكن. ربنا يرحمه ان شاء الله ويجعل ما قدمته اليه في ميزان حسنك. حضرتك حابب تسالها عن حاجه يا فندم؟ لا لا لا. ماشي يا فندم، ان شاء الله فضيله الشيخ يجيبك واشكرك لاتصالك. طيب احنا بنقول لها انا مش عاوز الناس تخاف، طالما ان في حضرتك رمق حياه ودفس، حتى لو عملنا ذنب نستغفر. قلنا في بدائل على طول، احنا عندنا البدائل موجوده. طب انا اقول بس ده يعني عاوز اقول لكل واحد عنده اب كبير او ام كبيره ومريضه، القران قال لنا كده اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكل واحد عنده، انا بناشد كل واحد من المشاهدين او المشاهدات، عندك اب او ام
سليم او مريض، خاصة المرضى، وكبروا في السن وفي المستشفى او في البيت وانت عاوز اقول لك شوف اللحظة اللي هي قالت عليها دي، لأيام معدودة بتتعد وهيمشوا ويروحوا، وبعد كده انت هتزعل تقول يا ريتني كنت صبرت. فانا عاوزك تصبر من دلوقتي، وعاوزك تعرف ان انت ممكن توصل للحالة دي ومحدش هيبقى حواليك، انما لو عملت لابوك وامك كده هتلاقي اللي حواليك حتى لو انت مش مخلف هيسخر لك الجيران او حبايبك هيجوا يقعدوا معاك وانت تعبان. فبنقول للست، فدي رساله لكل واحد عنده اب وام، وبنقول للست ما تزعليش، عاوزك في كل صلاه بقى تدعي له ان ربنا يرحمه ويغفر له. انت يعني مش دعاك اللي جاب اجله، هو مات باجليه، ولكن عاوز حضرتك عشان ما تشعريش بالذنب ادعي له على طول، وعاوزك لو تستطيعي تخرجي صدقات بسيطه، ربع جنيه، نص جنيه، جنيه، اي حاجه اللي تقدر عليه طلعيها، ودي على روح الوالد. ونسال الله عز وجل ان يرحمه وان يغفر لنا ولك. اللهم امين. اعود لمساله التلبيه فندم، فيما يتعلق بالتلبيه. هل من الممكن لغير الحاجه نلبي ايضا؟ من حقها نلبي يردد دعاء التلبيه؟ لا، من حقنا نردد دعاء التلبيه، ولكن ليس تشبها بالحجاج. لان التلبيه حضرتك استحضارا للبركه مثلا او ما شابه، ممكن نقولها، ولكن اللي وارد في السنه ان هي بتقال من اول لحظه الاحرام في العمره الى انتهاء العمره، الحلقه او التقصير، وفي الحج لحد ما تيجي ترمي رمي جمره العقبه الكبرى اول ايام النحر، اول حصاها ارميها كده يقف التلبيه ويبدا التكبير مباشره. فاحنا هنقولها واحنا جالسين؟ لا، احنا الاحسن ان هي الحجيج هو اللي بيقولها، ولكن واحد بيقول انا نفسي اقولها مره يقولها، فاش حاجه يعني، انما ما يرددهاش كتير زي الحجاج. بس عليه، لان دي مخصوصه بوقت هو من وقت الاحرام الى وقت الذهاب وتاديه المناسك. انما لو قالها مره ما فيهاش حاجه، احنا مش عاوزين نحجر على الناس، ولكن ما نرددهاش كما يفعل الحاج. لايه؟ لان انت لو رددتها دلوقتي انا عاوزك تشعر بيها في الاماكن المباركه وانت رايح تحج او رايح تعتمر. عظيم. طيب، مستقر في عقيدتنا وفي نفوسنا انه افضل الايام يوم عرفه، لما له من فضل كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، ومشهد عرفه ومن يحضر هذا المشهد اكيد يفوز بفضل كبير من الله سبحانه وتعالى. ماذا عن من حرم او من لم يقدر له الله سبحانه وتعالى الوقوف بعرفه؟ هل عند حضرتك برضو بديل، او في شريعتنا بديل لهذا الموقف او هذا المشهد؟ نعم، حلو. في شريعتنا، مش عندي، ده موجود في الشريعه. كل حاجه يا اخوانا، سيدنا بقول عند فضيلتك، عند روح فضيلتك يعني، عن طريق الشريعة الاسلام يعني. يا اخوانا، سيدنا النبي ما سبناش، قالوا ما تركنا حتى علمنا كل شيء. نعم. ما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا باب شر إلا حذرنا منه. نعم. لذلك لازم يعرف قيمة سيدنا النبي حقا صلى الله عليه وسلم. فحضرتك يوم عرفة ده، عاوز أقول لحضرتك حاجة كويسة قوي. كان في واحد اسمه سيدنا علي بن الموفق، وده من الراجل الناس الصالحين قوي، فكان بيحج وكان من الأولياء. فالمهم نام كده بيقول وقفنا في عرفات، وكان طبعا عشان ما اقطعش فضلك، معلش انا اسف، بس بعض الاتصالات بتلح. اتفضل. معانا الحاجه امة الله من اسيوط، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز اسال فضيله الشيخ لو سمحت. اتفضلي يا فندم. لو سمحت فضيله الشيخ، انا مسافر على الحج بكره ان شاء الله. جميل، ربنا يتقبل ان شاء الله. باذن ربنا يتقبل يا رب، ويقولوا لنا اول ما تروحوا ان شاء الله ربنا ينصركم يا رب، ويسترها معانا احنا وانتم. فقالوا لنا تعمل عمرة الحج. عمرة الحج أول ما أروح على طول نعملها. تمام. ماشي؟ تمام. فأنا نفسي أعمل عمرة البنت متوفية، أعملها تاني يوم ولا يعني أفوت يومين ثلاثة؟ عايز حضرتك تقول لي، أصل هي توفت صغيرة كده وفايتة بنتها رضيعة ووجعاني قوي يعني. يعلم بالوحدة ربنا. ربنا يرحمها. أنا عايزة أمين يا رب، أمين يا رب. طيب شهيدة يا رب. ربنا يبارك فيك. ربنا يتقبل منهم يا رب ان شاء الله، وان شاء الله تروحي بالسلامه وتيجي بالسلامه. وعاوز اقول لحضرتك اوعي تنسينا من الدعاء ان شاء الله، عند الحجر الاسود وعند الميزاب اللي هو نازل كده بينزل الميه من فوق من عند الكعبه، والملتزم اللي هو بين الحجر الاسود وبين باب الكعبه، حته كده اسمها الملتزم، دي الدعاء فيها مجاب ان شاء الله. ان شاء الله. وطبعا ما ننساش عند حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فتدعي لنا بالاسم لو قدرتي حضرتك، ربنا ذكرك. واهم من كده تدعي لمصر والشعب مصر والدولة مصر. أكيد. طبعا حضرتك ممكن تعملي عمرة، احنا قلنا يجوز تكرار العمرة في الزيارة الواحدة، بس انا انصح حضرتك عشان نخرج من الخلاف
ان لو انت قعدتي في مكه لحد اللي رابع يوم العيد، بعد عصر رابع يوم العيد، تعملي ايه؟ بعد ما خلصتي كل وقت انت اتحللتي، هتروحي قبل المغرب تصلي المغرب في رابع يوم العيد في مسجد التنعيم. وانت في مسجد ده اللي هو بقى يخرج هنا، خرجنا من الحرم للحل، ادنى الحل بيسموه. فنروح هناك نصلي المغرب، وبعدين نصلي ركعتين سنه الاحرام، وبعدين لبيك اللهم عمره لابنتي فلانه. وترجعي لمكه وتعملي العمره في الساعتين اللي او الساعه ونص، وتعملي العمره. ده احسن خروج من الخلاف كله. يبقى ينفع تعملي العمره حضرتك في زي ما بقول لك اقول في السفريه دي لبنتك، وهتعمليها ان شاء الله. واللي اهم من كده كله ان انت تدعي لها في كل الاماكن المباركه اللي موجوده هناك ان شاء الله. وربنا يتقبل مني ربنا يرحمها ربنا جميعا ويلحقنا جميعا بالحجاج على خير. نعود الى قصه عبد الله بن الموفق. سيدنا علي بن الموفق، علي بن الموفق بيقول ايه؟ بيقول حجينا في يوم كان رجلا صالحا صالحا وبيقول رحنا واقفين في عرفات، فقالوا ان تعداد اتكلموا كده تعداد اللي واقفين في عرفه وقتها 600,000 600,000. هو بعد سيدنا النبي بمسافه، سيدنا النبي كان 114,000 140,000 على حسب الروايات، 600,000 ما تبقاش مستغربه ولا بعيده. فقال كنا 600,000. بيقول فاخذتني سنه من النوم فرايت هاتفا يقول، شوف بقى في عرفه بيقول ايه، هو بيسال هو مين اللي يا رب مين اللي ربنا تقبل منه الوقوف بعرفه، لان الحج عرفه وتقبل منه الحج. ورد ببالي هذا السؤال او خطر على ده سمع هو بيسال، فشاف ناس كده كانه شاف حاجه في المنام فسال. فقالوا له ربنا قبل من سته بس فالمهم قام من النوم فزع، سته من 600,000 ده الامر صعب وعجيب، وبقى زعلان ومهموم. بيقول فروحت بقى مشيت من عرفه، رحت على مزدلفه، وبعدين خلصت مزدلفه ورحت منى، ورحت عند الكعبه طفت فنمت. فلما نمت لقيت الناس اللي كانوا بيكلموني في المنام الاولاني يجولي. قلت لهم يعني سته بس اللي يتقبلوا؟ قالوا مين اللي قال لك كده؟ بعد ما طلعنا عند ربنا، طلعوا ملائكه بقى، بعد ما طلعنا قالوا كل واحد من السته وهبهم الله 100,000 من الحجاج. ادي واحد خد بقيه ال 100,000، بقوا 100,000 في سته ب 600,000. يعني لو واحد بس من اهل عرفات قبل منه الحج، ربنا يوزع على الحجيج جميعا. ودي رحمته واسعه قوي. ليه؟ لان المقصود بقى عشان نتشبه بالحجاج هنا، المقصود من يوم عرفه ايه؟ المقصود ان انت بتقول له انا تركت كل شيء وجيت لك. ربنا بيقول في الحديث الصحيح الحديث القدسي، يتجلى الله على اهل عرفات فيقول للملائكه، شوف لما ربنا يخاطب الملأ الأعلى الملائكة الذين يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. يباهي الملائكة بأهل عرفة. نعم. يقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. أدي التراب مليهم وهدومهم مش قوي، كل واحد يدوب حتتين في الرجالة والستات، ولا في زينة ولا في حاجة. راح ربنا يقول إيه؟ جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق. وبعدين أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. المقصود من عرفة هو المغفرة، ده المقصود من كل عمل أنت بتعمله المغفرة، المقصود منه العفو. لذلك السيدة عائشة في ليلة القدر لما قالت لسيدنا النبي أوجز وقول لي أدعو أقول إيه؟ الله اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني. ما هو لو عفى عنك هيديك بعد كده اللي أنت عاوزه. المهم تنتقل من مرحلة الخطأ إلى أول درجات الصواب، فهو يعفو عنك. فاحنا عاوزين المغفره في يوم عرفه. فلما يحصل المغفره انا اعمل ايه بقى؟ طب ما انا عاوزك كده وانت قاعد في يوم 9، من اول ما يطلع يوم 9 والحجاج بيبدا يوم عرفه من اول الزوال قبل الظهر بشويه لحد الغروب، عاوزك تمسك السبحه وتفضل تستغفر وتعمل اللي قال عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له طب لما يجي لنا يوم عرفه نعمل ايه؟ الخير ما قلت انا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طب نقولها كده؟ واحد يقول يعني نفضل نردد ده طول يوم عرفة؟ ما تردده، ما أنت ما تعرفش إيه اللي هيحصل لك، دي كلمة التوحيد. فأنت لو رددتها دي بطاقة واحدة قال له قلتها كسبت السجلات كلها. تجد الناس في اليوم ده مشغولين بفكرة العيد وشواغل الدنيا. نعم. لا يلتفتوا لهذا الخير الكثير. فأنت لو قعدت بقى أهو، ما أنت إيه بيقول لك؟ انت لو ما روحت هناك بتنشغل بالمناسك. نعم. عاوزك هنا بقى سيب الاعمال اللي وراك شويه وانشغل بالعباده، بس ما نعطلش المصالح العامه للناس، انا بتكلم اللي يقدر يعمل كده. فرغ نفسك لربك في هذه الاوقات
واشتغل بالزمان والحال واللي فاتك المكان بس، وتقول له انا اشتغلت بحاجتين، زمانك الطيب والحال الذي وضعتني فيه من التسبيح والاستغفار. نعم. ولا ينقصني الا المكان وفضلك عميم، انت تعطيني ثواب المكان حتى وانا في مكاني هذا. الله. يبقى كثرة الاستغفار مع قصر كلمة التوحيد، يبقى انت ما تعرفش. نعم. وهناك من يحرص على صوم هذا اليوم او صيام هذا اليوم. طبعا يوم عرفة، من صام يوم عرفة يكفر عنه سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، كما قال صلى الله عليه وسلم. واحنا قبل اللي ما عرفش الحلقة ناقص لها قد ايه، احنا انتهينا، بس انا عمال امد في الوقت يعني، لكن ان شاء الله عشان نقول هدية للناس يعني، عشان خاطر اجر حاجة. ما احنا بنحب دايما ندي هدية، والهدية مش من عندنا، دي من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عاوز اقول لكم كل اعمال الخير دي هدية من ربنا على ايد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول ايه، عاوز اخد اجر الحج باعمال بقى خلي بالك بسيطة، واوعى تستنكر الفضل. الترمذي يروي في سننه بيقول عن سيدنا انس بن مالك بيقول من صلى الغداة في جماعة، يعني صلاة الصبح صلاة الفجر في جماعة، احنا بنقول للرجالة وبنقول للسيدات مش هتقدر تنزل المسجد يبقى تصليها في البيت، تاخد اجر المسجد بالظبط، لان سيدنا بقى الصلاة للست في البيت تبقى احسن، وما نمنعهاش من صلاة الجماعة. يبقى من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، يبقى قعد من اول الفجر للشروق، وقعد ما يتكلمش بقى، قعد يذكر ربنا كده لحد ما طلعت الشمس، ثم قام، احنا بنقول بقى بعدها بتلت ساعة كده، يذكر ربنا تلت ساعة بعد الشروق كمان، ثم قام فصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة، حجة عمرة مع بعض، كأنك متمتع كأنك قارن. سيدنا الناس بيقول ايه، سيدنا بقى ايه، تامة تامة تامة، ثلاث مرات الأجر بتاع الحجة والعمرة دي، الحجة تامة والعمرة تامة ما فيهاش نقصان، والأجر بتاعهم الاثنين ما فيهاش نقصان. ده من أسهل ما يكون، ما الناس تعملها يعني، من أسهل ما يكون هذا الأمر. يبقى احنا عاوزين نعمل كده في أي ليلة من اللي جاية دي، نصلي الفجر إن شاء الله ونقعد نذكر الله إلى الشروق، وبعد الشروق بتلت ساعة نفضل نذكر ربنا، وبعدين نصلي ركعتين إن شاء الله يكتب لنا أجر الحج والعمرة. وانت قاعد في بيتك، وانت قاعد في بيتك ممكن بتستحضر عظمة الله في كل مكان، هو في قلبك، وانت تريد ان تذهب الى هناك لتستحضره في قلبك، وقلبك معك في كل مكان. اشكرك شكرا جزيلا في ختام هذا اللقاء، وشكرا على هذه يعني المساحة من التفاؤل والتيسير على القلوب التي ربما كانت مشتاقة فعلا لزيارة بيت الله الحرام ولم توفق هذا العام. فاعتقد انه في حديث فضيلتك يعني الكثير والكثير مما يسري عن هذه النفوس وعن هذه القلوب. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ مجدي عاشور، الاستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار الاكاديمي لفضيله المفتي، شكرا جزيلا لك فضيله الدكتور. مشاهدينا يتواصل معكم اللقاء بعد الفاصل، لقائنا الاسبوعي مع الاصوات العذبه في عالم الانشاد الديني، ابقوا دائما معنا.